التجمعات حتى لا ينتشر فيروس كورونا؟ شو؟ كأنك لا تكون فاهم الحظر الجزئي، تجمعوا على كيف كيفكم. ولا عصام لا يكون خايف يصير في كورونا مثل ما صار في أبوك ويرموك في الحجر. ليش ما لابسك كمامة؟ شو بك يا أبو عصام؟ الكمامة ما يلبسوها في البيت. لكن وين يلبسوها؟ الكمامة ما يلبسوها في البيت. لكن وين يلبسوها؟ بالديسكو. لكن شو؟ لك ما في مشابه ولا بوس، احنا في زمن الكورونا يا عصام. ممكن ما في اصابات لو الناس التزمت الطرق الوقايه والحكومه ظبطت قراراتها. يا عصام ما عم شي بدك معقمات، لكن ممكن بيتي يتحول لبقى الفيروسات. هلا بجيب المعقمات، تكرم عينك ابو عصام. حظر التجول من ورا كورونا والدنيا مذعوره ومسجونه. رغم قلة الأدوية مستم في الدول الأقوى من عندنا. بس استمر منع التجول والحالة تأزمت أكثر تقريباً، فسوينا فيديو نشكر به الكوادر الطبية اللي بالعراق وللعالم كله، لأنه هو كان فيديو توعوي وفيديو شكر لكل الكوادر الطبية بالعالم، وهاي من واجبنا إحنا كفنانين أو كشركات إنتاج إن نشتغل. هاي الفيديوهات التوعوية هي من أهم العناصر أو الأدوات اللي تخلي الناس تحمي نفسها بنفسها. لان مهما كان عندنا كادر طبي كبير او تطور طبي كبير ما راح نقدر نستوعب اعداد كل كبيره، فهذه واحده من المسببات اللي ممكن تخلي المرض ينحصر. نشهد توعي عن خروج الناس يعني خارج البيوت، اضافه الى توعي على الوقايه، تناولنا هاي الجوانب اللي جاي نشوفها يعني بالمجتمع، فتناولنا هم من جانب كوميدي.